ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان أن 5 فرق إطفاء سيطرت على حريق سوق الخيام الكائن في منطقة الري، وقد تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والعرضية والسالمية والإسناد وصبحان، وباشرت على الفور في تطويق منطقة الحريق عند وصولها للموقع للحيلولة دون امتداده إلى المحلات المجاورة. وقالت الإدارة أن مساحة الحريق تراوحت بين 2,000 و3,000 متر مربع، فيما كانت الخسائر مادية فقط، ويجري حاليا التحري لمعرفة أسباب الحريق. مشاهدينا، ولمزيد من التفاصيل انضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت يوسف صفر من موقع الحريق. يوسف، أهلا بك معنا، ما هي آخر مستجدات هذا الحريق؟ نعم، كل الشكر لك زميلي سعود. مثل ما تفضلت في تواجدنا في بالتحديد في سوق الخيام في منطقة الري، في تمام الساعة 2:40 أتى بلاغ إلى قوة الإطفاء العام إلى حادث حريق في سوق الخيام في منطقة الري. تم توجه أول فرقة لمكان الحادث في أقل من 5 دقائق. طبعا هذا الحريق لله الحمد حتى هذه اللحظة في تمام الساعة 6:00 تمت السيطرة التامة على هذا الحريق لله الحمد، واقتصر فقط الخسائر على الخسائر المادية. لكن أعزائي المشاهدين، من خلال تواجدنا في موقع الحدث في حريق سوق الخيام في منطقة الري، يسعدنا أن نستضيف معنا من الطرف الآخر اللواء جمال البليهيس نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة، ليطلعنا على آخر مستجدات هذا الحريق على لسان قوة الإطفاء العام. أبو بدر، اللواء جمال، الله يعطيكم العافية. دائما أنتم هدفكم الأساسي حماية الأرواح والممتلكات. نبين للسادة المشاهدين عن حريق سوق الخيام في منطقة الري. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضلت أخوي بدر، الساعة 2:48 جانا بلاغ في وجود حريق في سوق الخيام في منطقة الري. أنت مثل ما أنت عارف سوق الخيام في مواد قابلة للاشتعال، متكدسة تكديس كامل غير مرخصة، ولا يوجد تراخيص، والعملية تمت في تقريبا مساحة 10,000 متر مربع اللي هو مقسم بشوارع، وكل قطعة تقريبا ما يقارب 10,000 متر مربع، بمساحة إجمالية للسوق كامل 50,000 متر مربع. طبعا فضل الله سبحانه وتعالى ثم سرعة إخواني رجال الإطفاء تم محاصرة الحريق في 3,000 متر مربع ومنع من امتداده للأسواق الثانية وكذلك امتداده للخلف. مع العلم بأن درجة الحرارة اليوم تقريبا 48 في هذا الحر، سرعة الرياح تقارب 45، وكان تحدي، ولكن الحمد لله الخطة نجحت بإرسال 5 مراكز الإسناد و4 مراكز إطفاء. تم محاصرة الحريق من جميع الجوانب وتم عزله بالكامل ثم مكافحته. تقريبا سيطرنا عليه في ساعة واحدة، عقبها طال عمرك عملية الإقلاع وعملية التعديل بسبب التكدس الهائل للمواد البلاستيك، مواد سريعة الاشتعال. والآن أعلننا تقريبا نهاية الحريق من نص ساعة، والحين في عملية التفتيش، وإن شاء الله ساعات قليلة وننتهي. يعني نأكد من خلال كلامك اللواء جمال للسادة المشاهدين أن بالفعل تمت السيطرة وإخماد الحريق بإذن الله تعالى خلال أقل من ساعة، الساعة المقبلة بإذن الله إن شاء الله. إحنا الحين في المراحل الأخيرة، تشوف الشباب الآن موجودين قاعدين نعمل عملية العزل وتجويع حق الأماكن اللي احترقت، قاعدين نستعمل الجرافات، وقاعدين نستعمل مثل ما قلت لك أطنان من الرولات الموجودة. تحقيق الآن تقريبا خلصنا، قاعدين جمعنا الأدلة وقاعدين نتأكد مع الشهود، وإن شاء الله في الساعات القليلة القادمة راح نعلن سبب الحريق ونهانا بالكامل من عملية التفتيش. ذكرت احنا طبعا مثل ما انت قلت عندكم في قوة التحقيق، احنا ما نقدر نقول للسادة المشاهدين ولا نقدر الحين نجزم سبب هذا الحريق، سواء كان من تكدس المواد الخاطئة ومواد سريعة الاشتعال، او يمكن في تمديدات الكهرباء الخاطئة من الاسلاك. شنو انت توجه هذه الرسالة للسادة المشاهدين ونقدر نقول ليس هو الكلام النهائي بالنسبة لعمل التحقيق سبب اشتعال هذا الحريق؟ هو اشتعال سبب الحريق تقريبا المباين قدامنا انه حادث عرضي موجود وليس له اي عمليه شبهه او مفتعل. احنا مشكلتنا الرئيسيه قاعد نتكلم في عمليه العماله الغير مدربه.
لاحظ في أكثر من مكان في مجمعات في هذا أنه يستخدمون في عمالة غير مدربة، يعني ناس تقص حديد أو تقص بالتعامل اللحيم ومو مدرب حق العملية هذه، ولا بدون اشتراطات تمديدات كهربائية سايبة مثل ما تفضلت بودر، قاعدين يمددونها بدون أي إجراءات تساعد. إخواننا في قطاع الوقاية قاعدين الآن بحملة شاملة بالتعاون مع إخوانهم قطاع المكافحة، سوف نقوم بعملية تفتيش كاملة، لن نسمح بالتجاوزات اللي موجودة هذه، وراح مثل ما تقول أن نسكر جميع هذه الأماكن اللي ما تتخذ أي إجراءات السلامة أو تستعمل عمالة غير مدربة حق الأمور. اللواء جمال بدر بلهيس نائب رئيس قطاع الإطفاء العام لقطاع المكافحة، الله يعطيكم العافية، ومثل ما بدأنا لقائنا دائما هدفكم الأساسي حماية الأرواح والمدركات، وهذه البصمة واضحة منكم كرجال إطفاء المتواجدين حاليا في أرض هذا الحدث. كل الشكر لك. أعزائي المشاهدين، هذه صورة حية ومباشرة من سوق الخيام في منطقة الري، ولله الحمد مثل ما أكد معنا اللواء جمال بلهيس أن تمت السيطرة التامة لهذا الحادث ولله الحمد، ولم يمتد الحريق إلى أجزاء أخرى من هذا السوق، وفقط اقتصرت هذه الخسائر فقط على الخسائر المادية. هذه صورة حية ومباشرة من سوق الخيام في منطقة الري، وأعود لك زميلي مرة أخرى. كل الشكر لك زميل يوسف الصفر من سوق الخيام من موقع حادث الحريق، وشكرا لضيفك الكريم اللواء جمال بلهيس.